السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع منقص. شكرا لكم على الدعم في القناة ككل، ومنقص بعد شكرا لكم على الدعم، اقسم بالله شيء رهيب. الله يسعدكم جميعا، شكرا لكل واحد يضغط لايك، شكرا لكل واحد يشترك، ينشر القناة، يفعل زر التنبيهات، اي شيء شي. شكرا لك والله العظيم، ما تدري قديش هذا الشيء يفيدني. باذن الله يمدينا نوصل 700,000 قبل ما تنتهي سنة 2020، يعني باقي اقل من شهر، باقي 20 يوم 21 يوم. لو كل يوم جبنا فوق 2000 مشترك بالراحة بنقدر نجيب 700,000 قبل نهاية السنة. فكل يبغى منكم اشتراك، فعل زر تنبيهات. ما عندك قناة سوى قناة واشترك، لان هذا الشيء بيفيدني مرة. ما راح يفيدني ماديا، بس ابغى اوصل 100,000 يعني. مقطع اليوم امونج اس، الحياة الواقعية. كيف الحياة الواقعية؟ جراند الحياة الواقعية كانت عبارة عن انك تمشي في الشارع، فجأة اذا صار واحد عندك او مر من عندك تقدر تسمع صوت. فهذا الشيء فعلناه او سويناه امونج اس. فهذه الحياة الواقعية، انك تسمع الشخص اللي جنبك، واذا بعد عنك راح تسمع صوت زي كذا انه مرة خفيف، يعني ما يمديك تسمع كويس. فإذا قرب منك يرتفع الصوت تقدر تسمع كويس. فهذه الفكرة ببساطة، إذا بعد عنك شخص ما راح تسمع، إذا كان قريب منك شوي راح تسمع بصوت خفيف، وإذا كان قريب منك مرة راح تسمع بصوت عالي. إن شاء الله لكم فهمتوا واستمتع في المقطع. قنوات الشباب اللي معنا في الديسكريبشن بإذن الله، ولا تقصروا بالدعم، لايك لايك لايك، نبغى نفجر أم المقطع لايكات. منقص صراحة ما قصرت فيها بالدعم، فإن شاء الله ما تقصروا بهذا المقطع في الدعم. طولت عليكم أعتذر، لكن حبيت أشرح لكم كم شيء. خلونا نوصل 100,000 أقرب بوقت، يعني ما بقى لنا شيء. خليكم على المقطع. انا الذئب باكلكم. انا من النين. ايه الذئب خالد، يقول الذئب خالد. خالد ترى وخر وخر خالد، مشيت اذا صرت امبوستر، اذا صرت امبوستر اللي يخشون في السوالف، اذا صرت امبوستر تخليني انا؟ ايه ابعد عني وبخليك. ايش اللي ابعد عني يا زبال؟ اقول انقلع بس. هلا والله، ابودي جرك البنزين واجيكم. يلا 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 نروح معك. يوه ساتر. اوه اصبر اصبر عقش. ريان ريان ريان. دبل ها دبل. يمين يمين يمين. ابعد يوم بس ترين داونلود. حس بدك تثني. مين الاخضر؟ هذا تو ميت قدامي. الضحكة ما تبشر بخير يا شباب. السلام عليكم، انا سويت ريبورت. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام محمد توازر، ايش قلت لك؟ سلوم من بوستر. بس اصبر كمل. اصبر اصبر. أيوه؟ سلوم واوسمز من بوستر. اوسمز جاي يركض ذبح قدامي الاحمر. انا قبل شوي تارك. طيب اصبر 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 اصبر، ايش دخلني؟ انا كنت مع عقش في نفس المكان ولا ذبحته، اوكي؟ اوسمز اوسمز اللي ذبح الاحمر الحين، وسلوم يذبح بس انه ما ذبح. المفروض انا اموت ترى، المفروض ما تشوفوني. تشوفون الله يستر عليك خالد. طب 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 مطلع خويك، مطلع خويك، ما عليك. انا عرفت من خويه اللي كان يمشي معه فوق على اليمين، وكان يلاحقني يوم كان في كول داون، اللي هو محمد فواز. دخلني دخلني، رحت لواحد ثاني. صح لازم نعبي انت. خلنا نشوف حركات امبوسترز. اخبار محمد فواز؟ هلا بشوف مين شو اسمه راح يستورج. اوكي ثلاثة، بيموت واحد الحين. تحديات ها؟ تبي اخر شوف شوف لاش. لا لا ثانية خلني اسلك الكهرب ذا. اي اذا مت ترى محمد فواز، اوكي؟ انا بسوي مهمة. تمام تمام. السلام عليكم شباب. شوف سلوم سلوم، اذا مات سمعين ايش تسوون؟ وش ذا زحمة؟ اوكي ريان معنا. اوكي في قاعد تسوي ذا اصلا؟ باقي الداونلود. تبي تروح الفنت ها؟ انا قفطك ترى يا رجال. فنت قال تو عندي محمد فواز اقول لك. ايه ريان. والله انا صراحه شاك في هالرجال. ايه تبي هو هذا ولا اللي قلت لك عنه قبل شوي انا شاك فيه مره. ايه فيخرب علينا. ايش خرب يا اصبر 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 يا ريان. ريان قدامي انا وعادل شفناه بالكاميرات يدخل فنت. وخالد وش قايل؟ خالد قايل لمن؟ ريان وسلوم. وش دخلني انا مع كلاش ومحمد فواز؟ دقيقه مو كلاش ومحمد فواز، كلاش وعادل. ريان من؟ ريان من يا ابوي؟ كلاش وريان. اوسمز داخل فنت قدامي قبل شوي. كنت معكم طول الوقت قبل شوي، طول الوقت في الادمن، اوكي؟ ورحت الكتريك معكم بس ما دخلت الفنت. انا رايح لادمن، رايح لللوج، بس خالد كان يفزع معك قبل شوي. ولي الله يقطعهم طعم القهيب. مين امبوستر؟ اخلصوا اخلصوا اخلصوا. سلوم محمد اخلص وين؟
يا والله اني داري والله اني داري. ريان ذبحت مين انت؟ الو ريان ما ينسمع صوته. يا سبحان الله وش يسي بالله. سمعت يس انا سمعت يس. يا شباب يس يس شباب مع السلامة. يا ولد ارقام صعبة والله العظيم استغفر الله ابغى تحلف رقم سبعة ضيعته وينه؟ انا بخلص ها؟ هلا والله شباب هلا بك. القبلة وراك يا ابو صالح. اي يقتل اي تضيعت ال سلم سلم قاعد اسمع وش يقول؟ يقول اي يقتل. اوكي الكيم ضايع الكيم ضايع. اصبر خالد اصبر ليش صوتون اصبروا خلوني ابرر نفسي. خالد وش قلت قبل شوي؟ ترجل الصص كل عليك خالد. قلت لك اني بروح امشي من عندهم واقول اسوي نفسي كني امبوستر بقول ان عي يقتل. خالد لا ما تقلب علي زي كذا ثواني يا لي شلون امبوستر. يا ما قال لي ما علمني وش ما قايل لي قبل شوي في الرياكتر كنا نسوي مهمه يقطع ام القلبه يا عيال. عيال يقطع ام القمطه. سلم جد يا اخوان. انت بس صح انت ما سمعتني؟ لا ما سمعتني. تدري اني مرت عند محمد فواز قلت له على شكل عي يقتل. قاعد اضغط كل من الرجة في الماوس لفيت على السابوتاج. شلون ما قفطوا وش اسمه خالد قفط قلب علي. اي شلون ما قفطوك انتم مع بعض يعني ما شاف ان سوينا ذا على طول دبل كل مشيت من محمد فواز سمعني هو اللي قلب علي وخالد قر وش اللي ذا قلت له انا قايل لك اني بسوي نفسي كني امبوستر واقول ما يقتل بس ما مشت. لو تشوف وجهي اوكي باب الجثة في ستورج انت اللي في الالكتريكال. ايوه اي ما فكنت يا اخوي. ما فكنت والله يا شفتوا وكان خالد اخر اثنين مفك. انا قبل اخر اثنين جو خالد شباب انا قعدت محمى اصلحها. طيب ترى عاد تو عقش مزك انا داخل بس جاي من لور اسمعني انا ما قربت لا ستورج قول اسمع بركض وبقول انميوتد قلب عليك اجل ها يا رجال انا قمت اضحك عرفت امسك نفسي. لا يا عيال من اللي كان بالسكيورتي؟ هذه خالد هذا كان في الرياكتر اصبر انا كنت بالادمن يا عيال كنت بالادمن واحد من المدبي سوى فنت على السكيورتي. مين كان بالسكيورتي؟ ما علم اللي عادل تو جاينا انا توني بالسكيورتي قبل شوي يمكنه هو عشان بما انك في اللوك يا خالد بما انك في اللوك اوكي عادل صوت على مين؟ خالد احسه يبي يلعب في الموضوع بس عادل صوت على عادل. الو قلب هو عليه مسكين خالد حيوان تصرفها بالبنت. السلام عليكم. سلام منو هي من جاني حيو والله اني داري ماسك الوضع يبي يلعب في ذا تلم خوخنا خالد. هي ليه قلبوا على عادل؟ ما ادري عنهم شكلهم يترولون. لا لا مو بترولون لا 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 عادل جاب العيد في نفسه عادل جاب العيد نهاية. ليه ايش قال؟ قال ايش يسمونه قاعد تصلح اوكي قال ما ادري احسه خالد هسه خالد يلعب في الموضوع عشان كذا قرب عليه. اوف والله لعبت لعبه شين مالك داعي في القلبه لو ان ناكمي محمد فوز وقتها يا ابن الحلال واضح 100% انه انت اجلدك سلوم ايش عشان دبل كيل. لا تدري ايش قلت بنص البوت يوم بدي يشكون فيني قلت ترى انا جحت سلوم صدق. اي اسمعك ترى اما اي نسمعك تسمعون الميتينج اي نسمعك وما نقدر نتكلم انا اقتل بالماوس اوكي من الرجفه ايمي راح على السبوتاج ما راح الكل. الله ياخذ بليسك تدري بغيت تجيب فين العيد مره وقفوا ما سوى شيء انا اللي خامت لا اخر راوند
ليه 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 انت وضحتها خلاص الحين طلع كلاش صوت على خالد كذا مو خالد صوت على خالد يا صوت صوت على خالد ما عليك صوت خلني دي دي غبي انميوتد اخ كلاش يا حمار ليه ما تذبح دي 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 كلاش 7